هل في مرة لقيت قبل كده شيبسي بالطول ده كده كله ولا لا؟ انا اول مرة في حياتي اشوف شيبسي بالطول ده كده كله. ده شيبسي مستطيلي بقى يا جدعان والله، حتى الشيبسي صعبته علينا يا جدعان والله العظيم. الشيبسي ده عامل 8.5 جنيه وفي منه اطعمة كتيرة جدا جدا، ولكن انا جبت باللي هو الفلفل وجبت بالجمبري، فانا متحمس جدا جدا اشوف شكله، متحمس جدا جدا ادوق طعمه. فيلا بينا بقى نشوف الشيبسي الغريب ده يا جدعان. والله العظيم انا منبهر، انا منبهر. احنا كده فتحنا اللي هو بالشطه، افتح بقى كده ايه بالراحه، انا مش عايز اكسرها، انا عايز اطلعها زي ما هي. يا جدعان ايه الشيبسي ده؟ يا جدعان شايفين كل ده شيبسي؟ كل دي واحده شيبسيايه. تعالوا نعد فيها كام واحده. ادي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فيها 9 وحديات، يعني ب 8.5 جنيه بتاخد 9 وحديات من دول. طيب تعالوا بقى ندوق الشيبسي العجيب والغريب ده. يا جدعان ازاي يا جدعان؟ والله العظيم غريبه غريبه والله العظيم. انا شفت ريفيوهات على اليوتيوب بتقول ان ده حراق جدا جدا، فتعالوا نجرب بقى ونشوف. بسم الله. انا مش هاكله ازاي ده، مش عارف والله. بسم الله. هو مش حرق قوي، استنى عشان الحلقيه شكلها بتيجي. هو شيبسي طعمه غريب، مش طعم الشيبسي يعني. تمام هو شيبسي او كل حاجه، ولكن مش طعم الشيبسي اللي احنا بناكله، مش طعم ليز مثلا، مش طعم الشيبسي او كرانشي او الكلام ده. مش عارف طعمه عامل ازاي، ايه يعني؟ انا اصلا مش عارف ازاي قطعوها تقطيعه زي دي. ده يعني بطاطساي ايه بقى، بطاطساي عملاقه بقى دي ولا ايه عشان يقطعوها شرايح كده؟ يعني مش عارف بصراحه هم عاملينها كده ازاي. ولكن الطعم مختلف برده، الطعم حلو قوي، مش طعم الشطه اللي احنا متعودين عليه، مش طعم الشيبسي بالشطه اللي احنا متعودين عليه. لا في طعم كده مميز، في طعم كده. ما تيجي نشوف تاني. هو حراق بس في لسعه كده حلوه، يعني هو مش حراق اللي انت يضايقك، لا حراق اللي انت مستمتع وانت بتاكل. تجربه مختلفه جدا جدا على فكره اللي هو بالشطه ده. تعالوا بقى نسيب بقى اللي بالشطه ده كده على جنب ونجرب اللي بالجمبري. راسم لك هنا صوره جمبريايه صغننه كده هنا، فتعالى نشوف بقى ايه اللي بالجمبري بيتكلم عن ايه. نفس الانبوكسنج بالظبط لانهم نفس الشركه، صباح الفل. يعني ايه ده؟ ريحه بشمها فين يا ربي؟ ريحه بشمها في اسكندريه مثلا او في حته فيها بحر. ريحه زفاره كده، ريحه زفاره جامده. هل ده علشان هو بالجمبري يعني ولا ايه؟ مش عارف يعني. تعالوا نجرب ونشوف. نفس الشيبسي ولكن هنا في ايه، لون احمر كده كتير قوي، وريحته مش ريحته جمبري، هو ريحه زفاره. بس مش عارف بقى هل ده يمتد الى الطعم ام لا، فتعالوا نجرب. بسم الله. هو اللي انا استنتجته من ده ومن التاني، اللي انت اول ما بتقطم كده لمده 3 4 ثواني هو مفيش اي طعم خالص، ما بيكونش فيه اي رد فعل لمخك ولا اي رد فعل لسانك اصلا. من بعد ال 3 4 ثواني دول بيبدا بقى الطعم يتجمع تاني في بقك بقى، وتحس ان اه ايه ده ليه طعم والكلام ده. فانا مش عارف هل البنج عنده عالي ولا ايه، مش عارف يعني. بس تعالوا نجرب واحده ثانيه. ما عجبنيش بصراحه اللي بطعم الجمبري. آه هو طعم جمبري يعني، ده اللي انا استنتجته ان هو بطعم الجمبري. عارف الراجل بتاع السمك اللي بيبيع جمبري وصبيته وحاجات كتير قوي كده في اسكندريه مثلا، او ريحه البحر، ريحه زفاره كده، هو ده ريحته. ولكن طعمه طعم جمبري عادي خالص، بس برده مختلف، مش طعم شيبسي بجمبري انت بتدوقه اصلا قبل كده يعني. لا مختلف وطعمه نضيف قوي قوي، فعجبني قوي قوي المنتج ده، منتج غريب. في اطعمه منه كتير قوي. بص برده لسه واخد بالي ان هو مكتوب هنا حلال. كان مكتوب برده هنا، مكتوب اه هنا برده حلال، يعني مفيش اي ماده خنزير او اي حاجه ليها علاقه بالكحوليات او اي حاجه. حلال ده لسه واخد بالي منها دلوقتي اصلا، فدي حاجه حلوه يعني، بتطمن الناس ان هي تشتري حاجه زي كده. ولكن كتجربه عجبتني قوي قوي قوي، بالذات اللي بالشطه ده. طبعا في 500 مليون 1000 مليون طعم للحاجات دي، فانت لو عايزني بقى اكمل سلسله شيبسي واجيب اطعمه الماركه دي كلها، انا ما عنديش اي مشكله، اكتب لي تحت في الكومنت واشوف بقى التفاعل بقى يا زميلي عشان ابدا اصرف. انا بدات اهو اجيب لكم اهو حاجات جديده، حاجات مش متعودين عليها، حاجات مختلفه، علشان لما تيجي تدخل مع خطيبتك او تيجي تدخل مع الكراش بتاعتك وتدخل كده في اي حته، تبقى عامل حسابك وعارف ان كل حاجه مختلفه انت مجربها قبل كده او عندك خلفيه عنها قبل كده. شفت انا برعيك ازاي؟ شفت بصرف من جيبي علشان اخليك قدامها جنتل ازاي؟ قدر بقى يا زميلي، ها قدر. طبعا زي ما متعودين، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. والانستجرام هنا اهو. بص يا زميلي، زي ما بدلعك دلعني انستجرامك، التيك توك بتاعك، الفولو بتاعك الجميل، اللايك والشير والكلام ده عشان نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.